أريد أن أبين بعض الأمور بخصوص قرعة 13,000 درجة التي أجريت أمس. طبعا كنت حاضرة في القرعة وأشرفنا كأعضاء ممثلين عن المجلس. طبعا تناقلت بعض مواقع التواصل بأننا أعضاء بلجنة التعيينات 13,000، هذا غير صحيح. نحن مثلنا مجلس المحافظة للإشراف على طريقة القرعة، يعني إحنا فقط أشرفنا على الحاسوب وشاهدنا عملية القرعة وزن التحضير، لأن استنادا لأحكام البند الثاني من المادة 66 من قانون الموازنة العامة للتحضير رقم 13 لسنة 2023 جمهورية العراق للسنوات المالية 23 و24 و25. هذا نص التعيينات نصت على ضوابطها قانون الموازنة التحضير، وبعد ذلك أصدرت وزارة المالية تعليمات من رقم 2 لسنة 23. التعليمات هي تسهيل لأحكام البند الثاني من المادة 66 قانون الموازنة التحضير رقم 13 لسنة 23. أولاً تستحدث وزارة المالية 150,000 درجة عقد توزع على المحافظات. طبعاً كانت حصة البصرة 13,000 ومائتان أعتقد، ويتولى المحافظ التعاقد والتوزيع حسب القطاعات 75 من الدرجات لحملة الشهادة. طبعاً ضمنت التعليمات درجات مفاضلة، يعني مثلاً المعدل امتياز 25 درجة جيد جدا، وأيضا شروط أخرى من 15 درجة للتعاقد مع ذوي الشهداء، 10 ضحايا إرهاب، 5 ذوي إعاقة، 2 الأقليات. طبعا طريقة التعيين نص عليها بالكامل في هذه تعليمات وزارة المالية، والحالة الزوجية أيضا وسنة التخرج. لكن طبعا أنا تحدثت مع السيد المحافظ حول هذه الآلية، لكن هو أجرى القرعة كان يريد أن يضمن النزاهة والشفافية في إجراء القرعة. طبعا إحنا لو ماشيين على المفاضلة أيضا خرجت الناس وقالت غير نزيهة، وإذا قرعة غير نزيهة، إحنا القرعة ليست بالكامل غير صحيحة، بها بعض الخروقات وبها بعض الأسماء المكررة وبها بعض أسماء عوائل كما ذكروا رواد مواقع التواصل، فإننا سوف نقوم بالتحري والتحقق من هذه الأسماء، وإن شاء الله نقوم بتعديل ما حصل من أخطاء. ننتظر الحصول على كافة الأدلة لغرض حسم قرارنا بالاستضافة أو الإحالة.